سلام زينات، سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا الحمد لله في نعمه، ربي يدومها عليا وعليكم. مرحبا بكم معايا في هاد لا نوفيل فيديو اللي راح تكون روتيني صباحي محفز 100%. شاركتكم الصبيحه ديالي كيفاش جازت. وقبل ما نبداو حبيت نرحب بكم المشتركات الجدد اللي راهم ينضموا للقناه، ونقول لكم ربي يحفظكم وربي يخليكم ليا كامل. وتانيت المشتركات اللي كانوا معايا من بدايه القناه واللي مازال ما اشتركوش، نقول لكم حبيباتي اشتركوا واش راكم تستناو، على بالي بلي ما راكمش رايحين تندموا. وخلوا لي رايكم في الفيديو، اسكو عجبكم ولا لا لا، وخلوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات اللي راكم حابين تشوفوهم. كاين بزاف اللي قالوا لي شاركينا تصديرتك وشاركينا بزاف عفايس على الجهاز في الفيديوهات الجايين. حبيباتي راني حنشارككم كامل واش راكم تقولوا لي. وبداو لنا الفيديو بلايك وتعليق محفز هكذا باش تحفزوني نصور لكم فيديوهات ونطلع عليكم وما نطولش. الو حبيباتي، الروتين تاعي بديته لكم كي نوض الصباح، نوض 8. اليوم ما نوضش بكري ولا غير نوض شويه روطار، مالغري كنت دايره بروغرام باش نوض بكري على خاطرش عندي بزاف عفايس نديرهم. هكذاك كي نوض ما كنتش حابه نطيب حليب ولا ندير كاش حاجه، كان عندي شويه غاطو شويه لي مادلان وكاع جبتهم، قلت نستقهوى بهم. وكان عندي تاني هذاك الياغورت قلت نستقهوى به. فوالا حبيباتي راني نشارككم دائما باش نستقهوى صباح هكذا باش تدو افكار، وتاني باش نحفزكم باش نوضوا ديروا وقت هكذا لروحكم، تتهلاو في روحكم، تاكلوا حاجه زعما هكذا، ماشي تنوضي تنساي روحك، ما تهلاش في روحك ولا في وجهك ولا ديري زعما هكا كاش حاجه تاكليها. لازم دائما نسبقوا في روحتينا سواء بالعنايه بالوجه ديالنا ولا تمشطوا شعركم، المهم ديروا روتين خفيف ظريف تعتنوا بروحتيكم، ومن بعد تروحوا تاكلوا كاش حاجه باش تروحوا للشغل تاع الدار، على خاطرش كي تبداو في الشغل تاع الدار من حاجه لحاجه ما راكمش رايحين تخلوا الوقت لانفسكم وتنساوها كامل. الوغ حبيباتي لازم دائما تسبقوا في روحتيكم. لهنا حبيباتي جيت نستقهوى في عقلي، ومن بعد ريبونديت شويه على لي كومونتير ديالكم، وقعدت نخمم واش ندير. مالغري كون دايره بروغرام في الليل، قلت باللي نوض صباح نخمم شومبرتي، نخمم الكوزينه، نغسل واحد لي ديسوندولي تاني لازم نغسلهم، ندير فطار، ندير ميناج للصالون، المهم عندي بزاف عفايس نديرهم. الوغ دايما قبل ما تبداو فهاديك العفسه اللي راح نديروها لازم نديرو بروغرام هكذا باش كي تنوضو تكونوا هكذا ديراكتومون على بالكم واش راكم رايحين ديرو، ماشي تقعد تلفت لكم ولا تخمو واش ديرو ولا. وتاني تسبقوا في الاولويات اذا كانوا عندكم دراري ولا اسبقوا فيهم هكذا باش تهناو منهم. كما انا البيبي كان صباح على 6 شرب حليبه، ومن بعد عاود رقد، ولا هنا غير كملت تقهويت عاود ناض، بدلت له حوايجو، لبست له هدومه، ولعبت معاه شويه هكذا باش نعييه باش يرقد ويخليني نكمل شغلي. على بالكم يا البنات هاد الايامات راهو بدا يضحك عنده واحد الضحكه تهبل تهبل، شهيدكم في الجنه ان شاء الله حبيباتي، وربي يرزق كل وحده ما عندهاش الدريه ولا اي حاجه راهي حبتها ربي يرزقها بها ان شاء الله. فوالا حبيباتي مور ما رقدتو جيت لا شومبر ديالي، خملتها كامل، فرشت البانك، جوزت لها مسحه خفيفه، مسحت المابل، مسحتو غير حاجه خفيفه على خاطرش كنت درت التنظيف العميق لشومبرتي استقبالا للشتاء، وكنت شاركتكم بالفيديو. ولا هنا حبيباتي شاركتكم بالبلافون هذوك لي سبوت وهذيك اللوست اللي راني دايرتهم، كاين واحد المشتركات سقساوني عليهم قالوا لي اسكو الاضاءه ديالهم مليحه، وهذيك اللوست اسكو تاني الاضاءه ديالها مليحه ولا لا لا. راني وريتها لكم حبيباتي الاضاءه تاعها بزاف هايله، وتاني تتحكموا فيها تبدلوا الضوء ديروه بلون ولا ديروه هاك شغل هكذا في الجون، المهم تبدلوه كما تحبوا. فوالا حبيباتي، ومن بعد مور ما كملت لا شومبر ديالي كان بيبي راقد، طفيت الضو غلقت الطاقه وخليته راقد هكذا باش ما ينوضليش. ومن بعد جيت لهنا اتاكيت الصالون، جوزت له مسحه خفيفه وفرشت الطابي ومسحت لي فوتي، ومن بعد جيت لهنا باش نمسح
هاد الطابلة ولا حبيباتي نمسحها بهاد البرودوي تاع امير بزاف هايل، ويخلي لكم الزجاج ديالكم يلمع ما فيهش كامل هذاك التضباب ولا. ومن بعد هنا جيت نفرشها، درت هاد شومان دو طاب اللي جاي في الفيغور جاي في البلون. هذا يا البنات ننصحكم به سورتو اللي راهم يجهزوا. ولا هنا فرشت هاد القماش تاع الكانيش فوق الفوتاي هذا الكبير تاع 3 بلايص على خاطرش نقعدوا فيه بزاف، وتانيت هاد تدبيره بزاف هايله باش تحافظوا على الفوتاي ديالكم. فوالا حبيباتي، وهذا تاع 2 بلايص حطيت فيه هاد الهيدوره تاع الفيغور، وهادو هما لي جوتي اللي كنت شريتهم. قولوا لي اسكو عجبوكم واسكو جاوا على الفوتاي شابين ولا لا لا. فوالا حبيباتي، هذه هي النتيجه النهائيه مور ما خملتو. ومن بعد يا البنات لهنا جيت ليتاب اللي نحبها كامل، المرحله اللي نحبها كامل هي مرحله التعطير. على بالكم يا البنات كي تعطروا لا شومبر ديالكم ولا صالون ولا الدار، سواء بهادو هما اللي يجوا هكا بخاخ، ولا زعما تستعملوا اي معطر يكون عندكم، ولا زعما عنبر. ولا انا قعد لي العنبر تاع المولود، ولا غير من داك نعطر به، من داك نعطر بهادو ما هادو ما تاع البشيت. فوالا حبيباتي، مور ما كملت عطرت كامل الدار، جيت لهنا للسال دو بان. كانوا عندي هاد لي ديسون دو لي لازم نغسلهم قبل ما يدخل الشتاء، على بالكم بلي بلا غير ربي يجيب الخير ان شاء الله. احنا رانا في الشتاء والشتاء مازال ما طاحتش، ندعو ان شاء الله كامل ربي يرزقنا غيثا نافعا ان شاء الله في اقرب وقت. فوالا حبيباتي، هذه هي طريقتي كيفاش نغسل لي طابي ولا لي ديسون دو لي. ندير لهم رغوة ونحكهم بالبالي حتى يخرجوا لي بيوضة الله الله، ومن بعد نشللهم ونخلوهم يقطروا مليح مليح، ومن بعد نشروهم. سورتو اذا كنتوا عايشين في لي باتيمون كامل لازم تخلوهم يقطروا هكذا باش ما يقطروا لكمش على الجيران. واذا كنتي عايشه وحدك ولا عندك لي تاعو كامل نورمال تقدري تنشريهم مور ما تغسليهم. ومن بعد مور ما كملتهم وقطروا كامل، درت الغوا للسال دو بان، حكيت له الحيوط الارض حكيته مليح مليح. كيما على بالكم السال دو بان كل يوم دوشو فيه، ومن داك صباح وعشيه لازم دائما نوقفوا عليه، ولازم دائما يكون نقي. سورتو اذا كانوا عندكم دراري لازم دائما تنقوا، لازم دائما تنشفوا على خاطرش كيما على بالكم يتكاثروا فيه لي باكتيري وكامل. ومام لي تواليت اكرمكم الله درت له غسله، كيما على بالكم هو تانيك لازم دائما يتغسل يوميا. وكاين اللي عندهم بزاف دراري وكامل ولا غير كاين اللي يغسلوه صباح وعشيه. فوالا حبيباتي، درت له غسله الله الله، ومن بعد نشفتو ورجعت لي طابي للسال دو بان والتواليت اكرمكم الله. وفي نفس الوقت كانت لا ماشين تغسل، درت الحوايج تاع البيبي تاع محمد، ودرت حوايجي وحوايج الزوج، غسلتهم كامل. ومن بعد لهنا نشرتهم وخليتهم ينشفوا. النهار تاع اليوم كان ماشي سخون بزاف، كان شويه بارد، درتهم غير لهنا في الساشلانش، ما حبيتش نطلعهم الفوق وننشرهم على خاطرش كنت عصرتهم مليح مليح، كانوا منديين برك، يضربهم غير شويه هواء وينشفوا. ومن بعد كان الحق وقت الفطور، قلت واش ندير واش ندير، قلت والله غير ندير اون سالاد، درت فيها طوماطيش الخيار سلاده البصل، وفورت الزروديه والبطاطا. على بالكم يا البنات هذه كي كنا صغار كانت ماما دائما ديرها لنا، كنا زعما كي نجوا هكذا من القرايه ولا نلقاوها دايرتها لنا نفرحوا نموتوا بالفرحه. نروحوا نجيبوا الخبز نفتحوه ونديروها لي ساندويش وناكلوها. هذه بلا غير من ذكريات الطفوله، ربي يحفظ لنا والدينا ويحفظ لكم كامل والديكم وكل عزيز على قلبكم. وهذا هو فطورنا البسيط اللي كنت درتو. على بالكم يا البنات كل يوم نحيرو واش نديرو فطور واش نديرو عشاء، من داك اللي كيديو برك، المهم ناكلو نحو علينا هذيك الحيره. لهنا حبيباتي لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله نكون عطيتكم هكذا شويه تحفيز شويه طاقه باش تجوزوا نهاركم. نحبكم.